احنا لهذا اليوم هي عن الألكان. الألكانات مثل ما أخذتوها بالثانوية هي مركبات بسيطة من عائلة بسيطة من الجزيئات، تحتوي على كربون، كربون سينجل بوند جاية من ارتباط آسرة سيجما. زين، ارتباط آسرة سيجما أو تداخل آسرة سيجما للكربون من تهجين SP3 مع بعض. أوكي، الألكان are often described as saturated hydrocarbons. ليش hydrocarbons نسميها الألكانات؟ لأنه هي تحتوي فقط على كربون وهيدروجين، مشبعة، مركبات مشبعة. زين، وتحتوي على الآسرة CC مثل ما نشوف بالستركتشر، الآسرة كربون كربون والآسرة كربون هيدروجين سينجل بوند. زين، يعني آسرة مفردة، ولذلك تحتوي على الماكسيمم بوسيبل نمبر اوف هيدروجين بير كربون. اوكي، يعني شنو الماكسيمم بوسيبل نمبر اوف هيدروجين بير كربون؟ لانه احنا عرفنا انه الماكسيمم نمبر مال عدد الهيدروجين الى الكربون هو 4 في حالة مركب غاز الميثان. زين، في حالة الايثان العدد الكلي للهيدروجينات المرتبطة هي 6. اوكي، فالالكانات هي مركبات هيدروكربون فقط كربون وهيدروجين. زين، ماكو نقص بيها، كل الاواصر الاربعة مشبعة، وحدة من عندها مثلا بهاي الحالة هي كربون كربون والبقية كلها هيدروجين، فلذلك يحتوي على العدد الأقصى من ذرات الهيدروجين نسبة إلى الكربون. مثل ما نلاحظ مثلا هنا مركب البروبان هو ثلاثي ذرات الكربون. زين، هاي الآسرة كربون كربون سينجل بوند، كربون كربون سينجل بوند، بعدين كربون هيدروجين سينجل بوند. واضح، هذا المركب نسميه بروبين، ميثين، إيثين، بروبين. أوكي، بيوتين and so on. 1 2 3 4، وهذا اللي باقي كلها داير حبل شنو؟ هيدروجين أو بروتون. أوكي، بالعضوية كلمة بروتون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أكررها، معناته ذرة هيدروجين أو الأورجانيك كيمست يسموها بروتون. أوكي، زين، الجنرال فورمولا مالته هي CnH2n plus 2. ال n هو عدد صحيح. زين، لما نطبق هسه مثلا سي واحد بهاي الحالة 2n، يعني 2 في 1 2 plus 2 هو 4، فإذا كانت عدد الكربون 1 فعدد البروتونات هو 4. أوكي، زين، نجي على Cn في حالة إذا 2، فإذا هذا كان الرقم n 2، ف2 في 2 4 بلس 2 هو 6، فإذا كان عدد الكربونات 2 فعدد البروتونات هو 6. زين، لما ال n هو 3، 3 في 2 6 و2 8، ف1 2 3، خلينا نحسب ذولي 1 2 3 4 5 6 7 8. واضح طلاب؟ اعتقد واضح وما بها اي اشكالية. هاي المفروض انتم اخذتوها العام بالسادس، بس بما انه انتم ما اخذتوا هذا الكلام احنا دا نعيده بطريقة سريعة. زين، ان قلنا هو عدد صحيح وهكذا. هسه هذه مثلا اذا 4 في 2 8 و2 10، والله خلينا نحسب هاي 1 2 3 4، هنشوف ذول صدق 10، 4 و4 8 و2 10. زين، الألكانات يسموها أليفاتك كومباوند. زين، أيضا يسموها المركبات الأليفاتية لأنه هي عبارة عن سلاسل مفردة. أوكي، يعني كربون كربون كله كربون، سلاسل من الكربون طويلة، يعني 1 2 3 4 10 20 وهكذا، يسموها مركبات أليفاتية. زين، زين، احنا عندنا هنا مثلا اذا انا عندي ذرة كربون وحدة، فافكر بالطريقة
استحسن جدا. فكر، think about the ways that carbon and hydrogen might combine to make a can. اوكي، نفكر بهاي الطريقة، انه الهيدروجين والكربون اذا ارتبطوا مع بعض، with one carbon and four hydrogen only one structure is possible، اللي هو ميثين، او بالعربي تسموه ميثان، غاز الميثان CH4. زين، فقط وركب واحد، ما عندي غير possibility. similarly there is only one combination of two carbons with six hydrogens، اللي هو الإيثين أو غاز الإيثان سموه أنتو، اللي هو إذا عندي كربونات اثنين وست بروتونات، فما عندي غير احتمالية غير فقط للمركب اللي هو غاز الإيثان. حتى لو إذا أبدل وحدة باللوخ، أجيب وحدة يمنى أجيب وحدة يسرى، ما عندي غير possibility. And only one combination of three carbons with eight hydrogens، اللي هو propane C3H8. Okay. With larger numbers of carbons and hydrogens combined، however more than one structure is possible، إذا أكثر من ثلاثة يعني أربعة فما فوق، عندي أكثر من structure ممكن. لأن هذا هسه مثلا، هسه مثلا هذا واحد اثنين ثلاثة، حتى إذا أشيل هاي ال CH3 ما أخليها هيك عرضانية، أخليها هيك بالطول، تهم بالنتيجة هو واحد اثنين ثلاثة. يعني هاي السلسلة إذا أسويها على شكل زاوية أو أفردها أخليها هيك عرض طرحية، يعني هي سلسلة ثلاثية ما يقبل غلط. أشيل هاي المجموعة أخليها فوق أخليها جوا، أشيل هاي المجموعة اليسار أخليها فوق أخليها جوا، هي سلسلة من ثلاث ذرات كربون، ماكو غير احتمالية. لكن أربعة وفوق ممكن أكثر من structure يصير عندي. For example there are two substances with the formula C4H10. شلون؟ The four carbons can all be in the row in a row، اللي هو بيوتان، بيوتان مركب بيوتان الاعتيادي، يصير سطر واحد يجي بالعرض. Or they can branch، ممكن يتفرعون فيكون لي مركب الايزوبيوتان. هسه نجي نشوف شلون. similarly there are three C5H12 molecules and so on for larger alkanes. يعني خلاصة الكلام انه من تزيد عدد ذرات الكربون عن أربعة، يعني أربعة فوق، بروب اللي هو بيوتان بنتان هكسان and so on، راح يصير عندي احتمالية لأكثر من مركب حسب كيفية الارتباط. زين، الحد البروبان ميثان إيثان بروبان ما عندي غير احتمالية، هذا بس واحد، الميثان هي ذرة كربون واحدة وياها من ترتبط، الإيثان ذرتين، يعني إذا أجيب هاي أسوي سويتش، يعني هاي أجيبها يمين هاي أجيبها يسار، هي أقلبها رأسا على عقب أفرها، هي ذرتين كربون ما تقبل غلط. زين، وكذلك هذه أم الثلاثة، أجيب هاي الطرفية أوديها يسار، وهاي أم اليمنى أوديها يمين، نفس الشي تبقى سلسلة من ثلاثة ذرات كربون. أصعد أنزل لي فوق، خليها بالطول خليها بالعرض، هي السيم. زين، بينما إذا أربعة فممكن هذه تصير هنا ترتبط تتفرع، فيصير عندي تفرع، فيصير بما يسمى عندي آيزوبيوتان الخماسية، وكذلك يصير بها أكثر من possibility. خلينا نشوف بهذا السلايد شلون. قلنا هذا ميثان إيثان بروبان، هذا ثوابت. في حالة الأربعة عندي آيزومرات اثنين، اللي هي شنو المصطلح؟ عيدي دكتورة عيدي، شو اسمه؟ آيزومرات. أخاف ما سامعين بي قبل، وأعتقد أنتم ما سامعين بي. آيزومرات يعني هذا مع هذا، اثنيناتهم لهم نفس الفورمولا. اكو طالبة البارحة سألتني، قالت لي دكتورة شنو انتي تجيبين سي فور اش تين واحنا نرسم الستركتشر السكيليتال لو كيوكل، لو تجيبين هو ستركتشر مرسوم واحنا نحول يعني حسب طريقة الرسم اذا كان كيوكل او سكيليتال. قلت لها لا، انا اجيب لكم مرسوم، ما يصير اجيب لكم فورمولا. يعني افرض انا جبت لك فورمولا سي فور اش تين، يا مركب ترسم لي، راح ترسم لي بيوتان ولا راح ترسم لي ايزوبيوتان؟ ما تعرف، معناته لازم ترسمهم اثنيناتهم طالما اني ما محدده، وهذا ما يصير، لان انا قايله لكم اريد فقط ستراكشر واحد. انا اتكلم على محاضره البارحه، ليس عندكم كونفيوجن.
لا أتكلم على محاضرة البارحة. زين هسه نرجع لموضوعنا. C4H10 هذا هم C4H10، شوف هذه 1 2 3 4 سلسلة عادية بسيطة، هذا هو مركب البيوتان. زين هذا الستركتشر ماله اللي 3D. زين يعني احنا قلنا بالكيمياء ما عندنا فد شيء اسمه 2D، ما عندي مركب هيجي محطوط بالطبيعة CH2 مثل ما هو مرسوم هيجي CH2 CH2، لا المركب ماخذ راحته ومفروش وعنده ايدين لورا وعنده رجلين لقدام وعنده منا اشياء هيجي يمين ويسار بكل الاتجاهات. اوكي بكل الاتجاهات. هسه نفترض هذني وحده عليا وهاي همينة شويه وهاي جايه هيجي، هذني مثلا وحده مدفوعه لورا وهاي جايه عليا، هذه منا مدفوعه لورا هذه متقدمه عليا وهكذا. زين مثلا اذا هذني مدفوعات لي ورا هاي الثالثه جايه علي. زين او عندي الايزومر الثاني اللي هو ايزوبيوتان. شنو يعني هذا الايزومر الثاني؟ هسه لو نجي نعد ذرات الكربون 1 2 3 4، هاي ما تقبل غلط. البروتونات نعدها 3 و3 6 و3 9 1، زيادة يصير 10. زين فهذا هو الشكل المتفرع او نسميه 2 مثل بروبان بكيفكم، على اعتبار هو بروبان على اعتبار الباك بون مالته السلسلة الرئيسية بروبان، واكو بيه تفرع برقم 2، تفرع برقم 2، فنقدر نسميه 2 مثل بروبان. اتس اب تو يو بكيفكم، شو تريدون تسموه سموه كله صح. زين نجي اذا كانت عدد ذرات الكربون 5 اللي هو الفورمولا، شو تقول الفورمولا مال تي سي 5H12 على اعتبار احنا اتبعنا هاي الصيغة سي ان اتش 2 ان بلس 2، حصلنا هذه سي ان اتش 2 ان بلس 2 حصلنا على سي 5H12. تمام خوش حكي. هذه اذا كانت سلسلة عادلة هيجي بالعروض الطرحية ما بيها مشاكل، سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3. اوكي هاي طبيعية سهلة وبسيطة. زين هسه يجي عندي تفرع، مثلا اشيل هاي مجموعة المثل، هسه نجي على هاي الالكيل جروب، اشيل مجموعة المثل ما اقول ميثان اقول مثل. ليش؟ قلنا لانه اتفقنا البارحة اذا شلنا بروتون وحدة او ذرة هيدروجين وحدة من الميثان، نفترض انه اخذنا هاي غطيناها حط ايدك عليها، ايش راح يبقى؟ راح يبقى 1 2 3، شو نسمي هاي المجموعة؟ مثل جروب. هاي المثل جروب ترتبط بمركبات أخرى بهاي الحالة، مثلا عندي هاي المثل جروب مرتبطة بالسلسلة الرباعية هذه CH2 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 CH3. أوكي فأشيل هاي المثل جروب وين أخليها؟ أخليها على هاي الكربون اللي بالنص. زين أخليها على هاي الكربون اللي بالنص وهذه راح تتعوض تصير سي اتش 3. فش راح يصير عندي؟ هذه سي اتش يعني اتفقنا نخليها على هاي الكربون اللي بالنص، هذه راح تفقد بروتون من بروتوناتها يعني هيدروجين من هيدروجيناتها، فبدل سي اتش 2 راح تصير سي اتش. اوكي يعني احنا اتفقنا انه ارتباط ذرات الكربون فقط باربع عناصر. تمام مو هذا سولفنا البارحة؟ لو الكربون يقبل اكثر من اربعة، كربون يقبل 5 يقبل 6 لو بس 4، جاوبوني بس 4. محمد باقر يقول ونور تحسين اوكي كلكم تقولون 4 فقط 4. طيبة رباعي التكافؤ. منار تقول عافية عافية طلاب. زين احنا اتفقنا انه رباعي التكافؤ فشنو؟ فما يقبل اكثر من 4 فرح ننقص وحدة منها، وين نجيبها؟ تصير هاي سي اتش 3 وهاي سي اتش 3. زين هسه لو نجي نعد الارتباطات مال الكربون هنا، هاي 3 بروتون والرابع وين؟ الرابع هو هذا، هاي الاسره كربون كربون سنجل بوند. تمام هاي بالنسبة لهاي مجموعة المثل، هاي مجموعة المثل اختها وكذلك. نجي على هاي ومو سي اتش، هاي السي اتش بيها ارتباط بالاتش صحيح، هذا واحد. الارتباط الثاني وين؟ هو كربون كربون سنجل بوند، هاي اللي فوق للأعلى مجموعة المثل الأعلى. زين الثالث وين؟ هاي ويا مجموعة هاي المثل اللي على اليمين.
تمام، هم كربون كربون، عندي آصرة كربون كربون، تمام. وهاي الاتش اتخيلها لي جوا، هاي الاتش خل اتخيلها نازلة لي جوا، زين. والارتباط الرابع مع هذه مجموعة الاثيل CH2 CH3، كلها هذه عندي كربون كربون، هاي السي اتش مع هاي السي اتش 2، فهاي كملت أربعة، هاي كملت أربعة. أوكي، هاي بالنسبة للسي اتش. أجي أشيك على هاي أم السي اتش 2، بيها سي اتش 2 يعني آصرتين، ويمين ويسار، يمين مع هاي الأيزوبروبل مع هاي المجموعة الركن صايرة الحلوة الجميلة، ومع هذه اللي على اليمين، فهذه أيضا لها أربعة، صح؟ زين، نجي على هاي مجموعة المثل، ثلاث ارتباطات مع ثلاث بروتونات، تمام. والرابع وين؟ مع هاي المجموعة كربون كربون سنجل بوند، تمام. فكل تحقق عندي التكافؤ الرباعي للكربون، كل يسمى بها نقص وكلها مشبعة، زين. هذا يسموه اثنين مثل بيوتان. ليش اثنين مثل بيوتان؟ هسه نجي ميثان ايثان بروبان بيوتان، اوكي، او بالعكس منها من اليسار، خلينا نجي ميثان ايثان بروبان بيوتان، تمام. برقم اثنين ايش عندي؟ عندي مجموعة مثل، فش اسمه هذا المركب؟ اثنين مثل بيوتان. هو C5H12 لو مو C5H12؟ نعم هو C5H12، حاله حال هذا، بس هذا شكل، هذا غير شكل، مركب ثاني تماما. ليش؟ لان الارتباط يفرق عندي. هذني بينات المطول الهن نفس الفورمولا، ولكن غير ستراكشر، هذني يسموهن ايزومارز، زين، كونستيتيوشنال ايزومر. هسه راح نجي عليها لاحقا، يعني راح نشرحها انا. نجي على المركب الثالث اللي هو اسمه 2-2 دايميثيل بروبين، زين، همينة الى نفس الفورمولا C5H12 2-2. شوفوا هسه هذا لو ناخذ طرحي بالعروض فهو ميثان ايثان بروبان، تمام، باعوا على هاي السلسلة الباك بون اللي بالعرض، ميثان ايثان بروبان. برقم اثنين كربون رقم اثنين ايش عندي؟ للاعلى وللاسفل عندي مثل، هذه الفوقانية مثل وهاي السفلى ايضا مثل، تمام، حلو. فانا ايش قلت؟ قلت اثنين اثنين، ما قلت بس اثنين، قلت اثنين فارز اثنين. ليش؟ دا أكد، دا أقول لك يابا ترى هاي برقم اثنين، ترى عندي مجموعتين مثل ومشكلة بنفس الكربون، فقلت اثنين اثنين داش اثنين اثنين بينات فارزة داش داي مثل بروبين. ايه هالشكل، هاي اذا اخذتها عرضاني، اذا اخذتها بالطول the same، اذا اخذتها بالطول فميثان ايثان بروبان، تمام. على اليمين وعلى اليسار شنو عندي؟ مجموعة مثل، هذه اليمين مثل وهاي اليسار مثل. برقم اثنين اللي هي هذه بالسنتر اللي هي نفسها سواء اخذتها طرحي بالعروض لو اخذتها بالطول، برقم اثنين ايش عندي؟ عندي اثنين اثنين دايما في البروبين، واضح طلاب؟ زين ان شاء الله واضح. هاي التسميات ثابتة؟ نعم ثابتة. التسمية تتغير ويا شكل المركب، ماكو شي ثابت، اي بس هو لهذا الشكل من المركب يا فاطمة هذه تسميته ثابتة. محمد باقر اقصد شنو المائي شنو مال لاني ثابتة وهي تفرعات المركب، شنو اقصد شنو ما اعرف تدرفه المائي المافي شنو؟ ما عرفتها، مش كاتب محمد باقر. ايه التسمية ثابتة وتفرعات المركب، زين، بس اخر واحد عيدي.
متأكد وهسه عيدة دكتور اللي ويا بيوتان مو 4 ذرات كربون، شلون بروفان؟ هسه اشرح لكم. تسميات ثابتة، اي تسميات ثابتة الساعية. طور سؤال، قولي نور باهر، قولي نور باهر، افتحي المايك واحكي. عليكم السلام، صبحك الله بالخير والعافية نور. ايه خوش سؤال، سؤالك هذا راح اجاوبك عليه، اكو محاضرة لاحقة اللي هي محاضرة الاحد القادم ان شاء الله راح اجاوبك على هذا سؤالك، بس بما انه انت استبقتي الاحداث راح اجاوبك عليه. ليش ما يصير نعتبر انه هذا هو التفرع؟ انت قلتي اريد هذا التفرع صح، هذا اللي على اليسار مو تمام؟ اي 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 نوع ثالث نسميه 2 أثل بروبان، هيك قصدك؟ على اعتبار انه هاي الرئيسية 1 2 3 تمام؟ انه هاي الرئيسية الركن وهاي طالعة منها تفرع، ما نقدر هالشكل نقول، تدرين ليش؟ ليش؟ لانه المحاضرة مالت الاحاد هسه راح يعني توضح لكم انه بالتسمية ناخذ السلسلة الباك بون الاطول، الأطول اللي هي 1 2 3 4 ناخذها هي كمركب رئيسي، وأي شيء طالع من عندها سواء هذا أو هذا راح نعتبره هو تفرع. ناخذ الأطول، أو مثلا إذا جيتي أخذتي هاي الركن هي الأطول، 1 2 3 4 أخذتي هاي الركن هي الأطول أوكي، وقلتي إن قلتي أريد هذا هو التفرع، فذا سيم ميثان إيثان بروبان بيوتان، فهم تعتبر هذه الركن هي بيوتان، وراح أحسب هذا تفرع، فهم نفس الشيء راح أقول برقم 2 إيش عندي؟ أكو عندي مثل 2 مثل بيوتان، فأنا أضوع وين السلسلة الأطول؟ إذا أخذتها هذا الركن فبكيفي عادي أقدر، إذا أخذتها هاي الطرحية هاي بالعروض فهمينا أقدر، وإذا أخذت بعد شنو هاي ما اقدر اخذها، هذه ما اقدر اخذها لان ثلاثية 1 2 3 تنتهي توقف، فاخذ السلسلة الاطول هو اعتبر المركب الام، فيما عدا هو تفرع. اتمنى تكون واضحة في الصورة. زين هذا نفس الشيء، يعني اذا اخذ هذا الطول هو 3، اذا اخذه بالعروض هو 3، اذا اخذه ركن فهمي انا 1 2 3، اذا الركن اليسار إذا أجعل الركن اليسار فأقول 1 2 3، فهم برقم 2 اللي هي بالسنتر عندي تفرعات 2 اللي هو راح يصير هذا وهذا، إذا أخذت هذا هو المركب الأم. زين خلي أجي أخذ هذا المركب الأم اللي هو هذا وهذا وهذا، أجين اللي فوق والبالنص والعلى اليمين، خلي أخذه هو هذا المركب الأم، فش راح يصير عندي؟ اللي على اليسار واللي جوا راح يصير عندي تفرعات، راح احسبها تفرعات، for the same كل the same، لان هذا المركب عبارة عن زائد هيج وهيج، عبارة عن 5 ذرات كربون هيج وهيج، فاذا اخذ هذا هو المركب الام نفس الشيء، اذا اخذ هذا هو المركب الام نفس الشيء، اجي على هذا نفس الشيء، اجي على هذا نفس الشيء، ماشي؟ زين عفوا شنو السؤال؟ ودائما نبدي من الجهة الأقرب للتفرع لما نسميه، صحيح دائما نبدي بالجهة الأقرب من التفرع لما نسميه. هسه لا تدخلون بالتسمية، محاضرة كاملة عندنا بالتسمية درس اللي يجي. زين زين هسه نجي نقول compounds like butane and pentane whose carbon are all connected in a row are called straight chain alkane or normal alkane. المركبات اللي هي خماسية وفوق، خماسية سداسية ترتبط وحدة بالأخ بسلسلة عادية هيك بالعروض مثل هاي، هاي يسموها
normal alkan أو straight chain، لأن هي سلسلة عادلة بدون أي تفرع. Okay, straight chain alkan. Compounds like اثنين مثل propane اللي هو بين قوسين isobutane اللي هو هذا، اثنين مثل بروبان، لا هذا اللي هو اثنين مثل بروبان او الايزو بيوتان متفرع، زين، او اثنين مثل بيوتان، او اثنين اثنين داي مثل بروبان، ترجعون على هاي الصورة، زين. هذني هذني هذا شبيهن، ذني شي يسموهن، يسموها برانش تشين الكان، يعني الكانات ذات السلسلة المتفرعة، branched chain alkanes. Okay. Okay. Compounds like the 2C4H10 molecules and the 3 compounds اللي هي مثل ايش؟ مال C4H10 اللي هي 2 compound. C4H10 بيها 2 compound مثل هذا وهذا، وابو ال C5H12 بيتلف ثلاث مركبات اللي هو هذا وهذا وهذا، زين. Compounds like 2C4H10 molecules and 3 من ابو ال C5H12 molecules which have the same formula، لهم نفس الفورمولا but different structures are called شنو؟ isomers. منين جاي كلمة isomers؟ جاي من الكلمة الإغريقية isos بلس ميروس، يعني شنو عندهم؟ عندهم بلغتهم هاي الايزوس والميروس اللي هي صارت ايزومرز، تعني made of the same parts، يعني مصنوعة من نفس الأجزاء من نفس الكربون والهيدروجين لكن بستركتر مختلف. ايزومرز هذا تعريف يجيكم بالامتحان ربما. ايزومرز are compounds that have the same numbers and kind of atoms but differ in the way the atoms are arranged. يعني الايزومرز هي مركبات لها نفس العدد والنوع، انتبه علي، نفس العدد والنوع من الذرات لكن مختلفة بطريقة الارتباط، زين، بطريقة الترتيب، نفس العدد والنوع، لاحظ الفورمولا، العدد والنوع هو نفسه لكن مختلفة بطريقة الارتباط، زين. Compounds like butane and isobutane اللي هو بهذا، هذا بيوتان وهذا الايزوبيوتان شبيهه، whose atoms are connected differently، ذراتهم مرتبطة بطريقة مختلفة، are called شنو؟ constitutional isomers، يعني ايزومرات أساسية أو تركيبية، يعني لأن أهل هي الايزومرات أنواع، الايزومرات انواع، لكن هذا النوع من الايزومرات اللي لها نفس الفورمولا ونفس العدد ونفس النوع من الذرات لكن مختلفة بالتركيب الفراغي، تركيبها بالفراغ ستركتشرها يفرق بالترتيب، هذا يسموه constitutional isomers. خاف يجيكم شنو constitutional isomer بالامتحان، افتهمنا شنو معناته، واضح؟ كلش واضح. زين، Table 3.2 shows the number of possible alkane isomers increased dramatically with the number of carbon atom. يعني كل ما يزداد عندي عدد ذرات الكربون عدد الايزومرات تزداد بصورة مضطردة، يعني بصورة يعني أكبر ثم أكبر ثم أكبر، كل ما يزداد عدد ذرات الكربون، هسه أنا عندي الفورمولا C6H14، كم عدد من الايزومرات ينطيني خمس مركبات؟ انتو بالبيت هسه، انتو مو بالبيت، جيب لك ورقة وقلم وصفطهن C6H14 اول مرة بالعرض، زين، هذا شنو يعطيني هكسان، مو تمام، سداسي الذرات، بعدين اجيب وحدة من مجموعة المثل اربطها لي فوق، اللخة حاطها لي جوا، اللخة اسوي بها تفرع، ما ادري شنو، راح اشوف كم فورمولا ينطيني، كم ايزومر راح ينطيني، خمسة، او اذا تريد تدقها بالجوجل، دقها بالجوجل الايزومر مال الهكسان، شوف ايش يعطيك ستراكشرز، زين، كم ستراكشر ينطيك،
انت بالبيت فكر، وهاي جزء اجيبكم بالامتحان، زين جزء اجيبكم بالامتحان، اقول لك سي 7 اتش 16، وقول لي انطيني الايزومرات مالته، يعني جايبته مثل هيك سؤال قبل بالسنين السابقه، انطيك فورمولا وقول لي كم ايزومر مثلا، اللي ينطيني 5 ايزومرات انطيه درجه كامله مثلا هذا المركب سي 6 اتش 14، اللي ينطيني 4 ايزومرات لا انقصه، زين. ومرات شو يسوون؟ ما يميزون، ينطيني نفس الايزومر، مره مسوي لي لي فوق مثل، مره مسوي لي لي جوا، مسوي نفس الستركتشر، زين. فهذا همينه ما اعطيه درجه كامله، فتنتبهون تنتبهون طلاب، زين. سي 8 اتش 18 هاي يسوون عليها براكتس، طبعا مو كلها يعني، بس ده اقول لك يعني مثال، سي 8 اتش 18 ينطيني 18 ايزومر، سي 9 اتش 20 ينطيني 35 ايزومر. لا تلاحظ كل ما يزداد عدد ذرات الكربون الايزومرات تكون يعني بزيادة مضطردة. شوف هسه هذا الفرق بين السي 9 والسي 10، هو كربون وحدة بس باوع عدد الايزومرات ايش قد فرق، من 35 لـ 75 40 ايزومر زيادة. ده تلاحظ احتمالية، فلذلك يقول لك dramatically increase. C15 4347 ايزومر، لاحظ شلون. C20 336319 ايزومر، C30 وهكذا، زين. باع الرقم مش قد هيوج وهكذا، زين. Constitutional isomerism is not limited to alkanes. It occurs widely throughout organic chemistry. هاي constitutional isomerism يعني أعطيكم نفس الفورمولا وتنطيني structure مختلف، هذا مو بس بالمركبات مال الألكان، لا هذا موجود بالأورجانيك كيمستري بصورة عامة. يعني شكو عندي مركبات ألكان، عندي ألكين، عندي مركبات ألكاين، عندي كحولات، عندي حوامض، عندي أمينو أسيدز، أمين عفوا، عندي إيثر، عندي إستر، هواي عوائل من المركبات العضوية تنطبق عليها هاي السالفة، يعني مو بس بالألكان، لا لا مو بس بالألكان، زين. Constitutional isomers may have different carbon skeleton as in isobutan and butan. Different functional group as in ethanol and dimethyl ether, or different locations of functional group along the chain مثل الايزوبروبولامين اند بروبولامين. شنو معنات هذا الكلام؟ ما افتهمنا، خلي افهمكم. constitutional isomers ربما تسبب لي مركبات مختلفة بالسكلتن مثل الايزوبيوتان والبيوتان، زين. different in carbon skeletons، زين خلاص اسويها بولد، مثل ما شفناها بالايزوبيوتان والبيوتان، هو الكربون سكيلتون هو المختلف الهيكل مالت الكربون، او ممكن تسبب لي مركبات مختلفة بيش بال different functional groups. مثل ايش؟ عندي نفس الفورمولا بس ينطيني different functional group اللي هو مثل الايثانول والداي مثل ايثر، هسه هذا different carbon skeleton مثل الايزوبيوتان والبيوتان اللي شفناها سابقا، نفسها بس different carbon skeleton. different functional group هو اثنين المركبين هو عبارة عن C2H6O، هذا وهذا اثنينات لكن different functional group، هذا ينتمي لعائلة الكحولات، شوفوا كحول O OH، كحول ايثانول، كحول، زين. هذا السبيرت اللي نعقم بايدينا، ماكو، هذا هو ايثانول، وهذا داي مثل ايثر، ايثر اللي هو عبارة عن مجموعة ار او ار، ار اي مجموعة عضوية نسميها ار، او ار هو هذا كحول، فهذا داي مثل ايثر. شوفوا شوفوا كم ذرات كربون، خلينا نعدها سوا، 1 2 صح،
كم بروتون؟ 6، تمام؟ كم أقصد هيدروجين؟ من أقول بروتون يعني هيدروجين يعني 6، والأوش قد؟ وحدة. C2H6O، تمام؟ هذا نفس الشيء، كربونتين وهذني 5 بروتونات وهذا السادس، C2H6O، فهذا إيثانول من عائلة الكحولات، هذا من عائلة الإيثارات. شوفوا هذا هو عبارة عن different functional groups، زين؟ هذين إيثانول and ميثيل إيثانول، أو different locations of functional group along the chain، different location، بس اللوكيشن يفرق عندي، هي نفس الفانكشنال جروب لكن different location، مثل isopropylamine and propylamine. ايش عندي انا هنا؟ C3H9N، اوكي C3H9N اجي، هذا isopropylamine وهذا propylamine، هذا propylamine سهل، ميثان ايثان بروبان، فهو propylamine يعني برقم واحد عندي امين اولي، فهو propylamine طبيعي. هاي ال NH2 شلتها من اول وحدة، جبتها هنا بالنص، زين جبتها هنا بالنص، وهاي CH2 ايش صارت؟ صارت CH، وهذا تحولت هاي صارت CH3. فلو اجي اعدها، كم كربون؟ هو 3، كم هيدروجين؟ 3 و3 6، 1 7 8 9، تمام؟ N C3H9N، صار معلوم؟ هو نفس العائلة، هم كلهم أمينات، كلهم أمينات أولية، لكن الفرق بالموقع، زين different locations، واضح؟ زين regardless of the reason for the isomerism, constitutional isomers are always different compounds with different properties but with the same formula. زين يقول يابا ترى الايزومرات الكونستيتيوشنال ايزومرز هي دائما هي مركبات مختلفة بخواص مختلفة لكن نفس الفورمولا، مركبات مختلفة، هذا مركب مختلف تماما، مختلف هذا المركب، هذا ايزوبروبلامين هذا بروبلامين، مختلف مو هو، هذا ايثانول هذا دايميثيل ايثر، هذا ايزوبيوتان هذا بيوتان، زين مركبات مختلفة، كل واحد إلى خاصيته، كل واحد إلى البويلينج بوينت مالته، الميلتينج بوينت إذا كان صلب، الرطوبة، درجة التفاعل مالته، الاحتراق، يعني خواصه مختلفة، لكن هم إلهم نفس الفورمولا، شوفوا الفورمولا طبعا عليها هي نفس الشيء، واضح؟ نعم واضح. A given alkan can be drawn in many ways. For example, the straight chain for carbon alkan called butane can be represented by any of the structures shown in figure 1. These structures don't imply any particular three-dimensional geometry. For butane, they indicate only connection among atoms. In a practice, chemists rarely draw all bonds in molecules and usually refer to butane by condensed structure. ايات هذا اللي اخذناه البارحة. Still more simply, butane can be presented as N كذا. N denote normal straight chain butane. طريقة رسم الألكانات هي يعني بطرق متعددة نقدر نرسمها بطرق مختلفة، زين مثلا هذا البيوتان، مثلا هذا ستريت تشين بيوتان، اقدر ارسمه هيج، اوكي، واقدر ارسمه هيج، هذا ان يكونهن ارسمهن عادي، يعني اذا بالامتحان ترسموا لي هيج صح ما خليكم غلط، تريدون ترسموا لي سي اتش 3 وسي اتش 2 وبس الاواصر اللي بالعروض هم اقبلها صح، تردون ترسموا لي زيكزاك هالشكل وتفردشوا لي هذا النيل اتشات عادي هم اقبله، تردون ترسموا لي كوندنس ستراكشر مثل اللي البارحه تعلمناه، زين انتم ضروري انه تطلعون على المحاضرات ديلي حتى من مصطلح يجي علينا، هذا الكوندنس ستراكشر اخذناه بالمحاضره مال البارحه اللي هو عباره عن هذا او هذا، زين هو اسهل بالرسم
وأبسط. زين عادي ترسموا لي اياها هيجي او ترسموا لي اياها سي اتش 3 سي اتش 2 باي 2. ليش؟ لان هاي سي اتش 2 وهاي سي اتش 2، حطها بين قوسين باي 2 عادي سي اتش 3. ليش هذه الطريقه اسهل؟ هذه لان خلينا نفرض ما عندي بيوتان، خلينا نفرض عندي هكسان، عندي اوكتان، ابو العشره، نفترض عندي عشره، عشر ذرات كربون. ف سي اتش 3 منها، سي اتش 3 منها الطرفية راح اخليها، بس بالنص ايش قد؟ عندي 8 من ابو سي اتش 2، فش اخلي سي اتش 2 باي 8. اجين ما فهمنا. لنفترض اني ليش افضل هذا؟ اني ليش افضل هاي الطريقة بالرسم؟ لانهم ما تاكل مني وقت وحجمها صغيروني هيك، شوفوها شلون كيوت. ليش افضلها؟ لانه لنفترض المركب مالتي مو بيوتان، مو رباعي ذرات الكربون، لنفترض انه المركب مالتي بي 10 ذرات، 15، 20، فهذا اخو ما اقعد ارسم اني 20 ياكل الدفتر كله بالامتحان، ما عندي لا ذاك الوقت ولا ذاك المجال. فش اسوي؟ اخلي سي اتش 3 طرفيه منها وسي اتش 3 طرفيه منها، وسي اتش 2 متكرر راح يصير عندي اكثر من وحده. زين فلنفترض قلنا مركبه بالعشرة، فراح اخلي سي اتش 2 باي شنو؟ باي 8، لانه 8 سي اتش 2 راح تصير عندي سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 8 مرات سي اتش 2. يلا تجيني سي اتش 3 الرقم 10، فاخلي سي اتش 2 باي 8. اوكي زين، هذا الفيجر سم ريبريزنتيشن اوف بيوتان، تمام. سي 4 اتش 10 ذا مولكيول is the same regardless of how it is drawn. هي نفس الجزيئة بس مرسومة بطرق مختلفة. These structures imply only that butane has a continuous chain of four carbon atoms. They do not imply any specific geometry. ده يقول لك يا با هذا الرسم هو موضحا انه البيوتان هو عبارة عن اربع ذرات كربون بدون اي هندسة، بدون أي جيومتري. جيومتري يعني هي الهندسة الفراغية، يعني الستركشر المفروض يرسم بهاي الطريقة 3D. زين المفروض الستركشر يرسم 3D، بس هو رأى هنا هذا الستركشر عبارة عن 2D، ما بي نهائيا. they do not imply any specific geometry. اوكي صار معلوم. نجي على الستريت تشين الكان اللي هي بهذا الجدول. انتم ماخذين بالثانوية الميثان، زين احفظوا لي اول 10 طلاب، احفظوا لي اول 10 اللي هي من كربون رقم 1 الى كربون رقم 10. ميثان، ايثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، اوكتان، نونان، ديكان. ليش؟ لانه اللي بعدها 11 و12 و13 اساميها راح تعتمد عليها. ان ديكان يعني 11، دو ديكان يعني 12، تراي ديكان يعني 13. مثلا عندك هذا ايزوسان 20، وترايا كون تان هو 30. زين وهذا خلاصة هذا السلايد. Straight chain alkan are named according to the number of carbon atoms they contain. زين تسمى اعتمادا على عدد ذرات الكربون اللي تحتويها as shown in table 3.3. خوش خوش. With the exception of the first four compounds، هذه لازم ما عدا المركبات الأربعة الأولى اللي هي ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، whose name have historical roots، أساميها عندها أصول تاريخية. زين the alkan are named based on Greek numbers، تسميتها جت من اعتمادا based on Greek number، أرقام إغريقية. The suffix ain يعني ال السفكس، اكو عندنا شيء باللغه الانجليزيه prefix اللي هو يسبق ما يسبق الكلمه، واكو السفكس اللي هو شيء ترجمه والله ما ادري، يعني يجي نهايه الكلمه. زين مقطع اللي يجي نهايه الكلمه is added to the end of each name indicate that the molecule identified is an alkane. زين نيجي نهايه الكلمه مثل بنتا، شوفوا الاين حاطتكم اياها مايل بطريقه ايتاليك نوع الخط.
بنتا اين، البنتا بالإغريق هي خمسة، فبنتين five carbon alkane. هيكسا هيكسين، هيكسين is the six carbon alkane and so on. زين، يعني بنتا هو خمسة، هيكسا هو ستة، هبتا سبعة، أوكتا رقم أوكتا يعني ثمانية. أنتوا شايفين البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية، بنتا هو خمسة، فأي شيء هو بنتا هو خماسي. بنتاغون، شوفوا هذا هو البنتاغون. شكل وزارة الدفاع الأمريكية هي عبارة عن بناية خماسية الأضلاع، لو تباوعوا لها من فوق. زين، شوفوها وزارة الدفاع الأمريكية عبارة عن بناية خماسية الأضلاع، فكلمة بنتا هي خمسة بالجريكي. زين، ما أعرف تشوفون ولا لا، تشوفون؟ زين، يلا خلينا نستعجل حتى أنزل لكم رابط الحضور. أي، فنرجع لموضوعنا، وين وصلنا؟ and so on. We will soon see that these alkane names form these bases, naming all other organic compounds. So at least the 5-10 should be more. أقل شيء عشرة. زين، بقالي آخر سلايدين، لو نتوقف لهنا للألكيل. يلا خلينا نتوقف لهنا، أنا أنزل لكم رابط الحضور. ثواني. انتو ساعة محاضرتكم صح لو غلطانة اني؟ محمد يقول نتوقف لو ريس، لا هي ساعة 11 وثلث، ساعة تمام. اي، يعني هذا رابط الحضور، خلنا نزل على الكلاس، اخاف احد. زين، بس خلينا نشوف أسئلتكم. زين، هذا الجدول حفظ بس أول عشرة، يعني ميثان إيثان. الجدول مال الأيزومر، إيش قد عدد الأيزومر؟ لا طبعا مو حفظ. محمد باقر، إذا كان هذا سؤالك، إيش قد الأعداد مال هذا؟ لا طبعا مو حفظ. دكتورة يعني يحفظ الأشكال؟ إيه، هاي الأشكال تحفظوها. دكتورة هاي أسماء المركبات شلون نحفظها؟ تحفظوها، براكتس براكتس، شوي شوي تحفظوها. دكتور هاي أسماء المركبات شلون نحفظها؟ توقف لوريس، ايه ترى محاضرة تنزل تسجيل صوتي هسه، خلنا نوقف التسجيل صدق.